السلام عليكم، نشرة ثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. انفجار سيارة مفخخة أمام جامع أبو هريرة بمنطقة الماجور بمدينة بنغازي، وأنباء عن سقوط 5 جرحى من بينهم وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايب. سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرت، ويؤكد تعاونه مع طيران الدعم الدولي غداة ضربة مشتركة على معاقل التنظيم خلفت 80 قتيل. تشغيل محطة كهرباء الزاوية بكامل وحداتها الغازية بعد فتح خط الغاز المغذي لها، وجهود لإعادة الوحدات البخارية التابعة للمحطة إلى العمل لتوفير 400 ميجاوات لشبكة الكهرباء. أهلا بكم. قالت تحريات القوات الخاصة الموالية لعملية الكرامة إن سيارة مفخخة انفجرت أمام جامع أبو هريرة بمنطقة الماجور أثناء تأدية المصلين لصلاة الجمعة دون الإشارة إلى وقوع ضحايا جراء الانفجار. وأكد مصدر طبي بمركز بنغازي الطبي إصابة 5 أشخاص من بينهم وزير الداخلية السابق عاشور شوايل جراء الانفجار. هذا وأعلنت القوات الخاصة الصاعقة والمظلات الموالية لعملية الكرامة سيطرة مراصد جديدة بشعبية الطيرة غربية بنغازي بعد اشتباكات وقعت أمس الخميس. وأضافت القوات الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك أنها أعطت أمرا بوقف إطلاق النار للسماح بخروج العائلات العالقة بجنفودة، مشيرة إلى أن من وصفتهم بالجماعات الإرهابية منعت العائلات من الخروج حسب قولها. أكد الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية محمد جنونو أن سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرت. وأوضح جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الضربة الجوية التي نفذها سلاح الدعم الدولي جنوب بوابة الخمسين بين وادي مراح وقرارة جهنم، والتي استهدفت أكثر من 80 عنصرا من التنظيم، تمت بالتنسيق بين غرفة الطوارئ الجوية والغرفة الأمنية المشتركة مصراتة وقوات البنيان المرصوصة المكلفة بتأمين سرت بعد 45 يوما من المتابعة. وأضاف جنونو أن التعاون مستمر بين غرفة عمليات الطوارئ الجوية وسلاح الدعم الدولي فيما يتعلق بعمليات الرصد والمراقبة. أكد مدير إدارة محطة كهرباء الزاوية عبد المجيد القاضي تشغيل المحطة بكامل وحداتها الغازية الست بعد فتح خط الغاز المغذي للمحطة وصيانة الوحدة 4 بعد توقفها لمدة سنة كاملة بسبب عطل فني. وأضاف القاضي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الجهود مستمرة لإعادة الوحدات البخارية الثلاث التابعة لمحطة كهرباء الزاوية إلى العمل خلال يومين على أقصى تقدير، متوقعا دخول وحدة بخارية إلى الشبكة يوم الجمعة. وقال القاضي أن الوحدات الغازية توفر 900 ميجاوات، في حين توفر الوحدات البخارية 400 ميجاوات لشبكة الكهرباء في ليبيا والتي تغذي مناطق من راس جدير إلى جمينس. أكد عميد بلدية سبع حامد الخيالي رجوع التيار الكهربائي إلى المدينة ليلة أمس بشكل تدريجي بعد انقطاع دام أكثر من 15 يوما في أغلب مناطق المدينة ومدن الجنوب عامة. وأضاف الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فرق الصيانة بشركة كهرباء في المنطقة الجنوبية باشرت أعمالها في صيانة خطي هون والشاطي لربطهما بالشبكة العامة والتقليل من ساعات طرح الأحمال. هذا وأوضح الخيالي أن مدينة سبها تعاني أوضاع معيشية صعبة نتيجة شح المياه وغاز الطهي ونقص الوقود في بعض محطات التوزيع، فضلا عن تردي الوضع الأمني وزيادة عمليات التخريب من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي طالت جامعة سبها والمجمع الإداري وعددا من أبراج الكهرباء في المدينة حسب قوله.
تستضيف مدينة سبها غدا السبت اجتماعا يضم أعضاء المجلس الرئاسي والأعلى للدولة ومجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى عمداء البلديات لبحث الأوضاع المعيشية في مدن الجنوب ومناطقه. وقال عميد بلدية سبع حامد الخيالي إن الاجتماع سيخصص لبحث المختنقات المعيشية التي تواجه سكان الجنوب والمتمثلة في الوضع الأمني والتيار الكهربائي والوقود، فضلا عن تردي الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المنطقة الجنوبية تشهد مؤخرا أوضاعا استثنائية وتفتقر لأبسط مقومات الحياة، مطالبا كافة الجهات الحكومية بتقديم الدعم اللازم لبلديات الجنوب ووضع حل جذري ينهي معاناة المواطنين حسب قوله. قال عضو المجلس البلدي وباري أحمد مرتضى إن المدينة تشهد ظروفا معيشية صعبة نتيجة تكرر انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع الأمنية والخدمية، فضلا عن شح الوقود ونقص السيولة النقدية. وأكد مرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار وفاة بعض الأطفال والمسنين نتيجة انخفاض درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة الكهربائية، مشيرا إلى أن مستشفى وباري العام يعاني نقصا في المعدات والدواء وتقتصر خدماته على الفترة الصباحية فقط. هذا وطالب مرتضى كافة الجهات الرسمية في الدولة بالنظر إلى معاناة سكان وباري وتوفير متطلبات حياتهم اليومية حسب وصفه. شهدت مدن الجنوب تدهورا في الأوضاع المعيشية بعد استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لأيام وتوقف المدارس والمؤسسات الحكومية، فضلا عن النقص في السيولة المالية والعديد من الضروريات الأساسية للمواطنين. التفاصيل في سياق التقرير. تردي الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه لليوم 16 على التوالي في مدينة سبها، إضافة إلى توقف المدارس وكافة الجهات الحكومية، معطيات توضح عمق الأزمة في الجنوب وانتشارها لتمس جميع القطاعات تقريباً. ليست سبها فقط هي التي تعيش هذا الوضع، فالوضع نفسه تعيشه غات وأوباري ومناطق الجنوب الأخرى دون استثناء وفق إفادات لعديد المسؤولين في المنطقة. أوضاع دفعت المجالس البلدية بالجنوب إلى إعلان المنطقة الجنوبية منطقة منكوبة. إعلان المجالس البلدية بالجنوب سبقه تعليق ممثل المنطقة بمجلس النواب لعضويتهم، والذين أكدوا أنهم ماضون في خيارهم ما لم تتم الموافقة على 6 مطالب تم تضمينها في رسالة لرئيس مجلس النواب، وتتمثل هذه المطالب في إعطاء التعليمات العاجلة لرئيس الوزراء للإذن للهيئة العامة للكهرباء بالتعاقد لشراء مولدات الطاقة بمحطة سمنو وأم الجداول، بالإضافة إلى استكمال محطة أوباري للكهرباء وصرف المبالغ المخصصة لمديريات أمن الجنوب، وكذلك الإسراع في تخصيص مبالغ مالية لشركة مصفاة الجنوب ومنح الإذن للمؤسسة الوطنية للنفط للتعاقد لتوريد مصفاة للنفط. مجلس النواب حاول أن يتدارك وأمر بتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع وحل المختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية. من جهته قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تنفيذ جملة من الإجراءات والبدائل للتخفيف من أزمات الجنوب وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء، لتبقى سرعة تنفيذ هذه الجهود هي الرهان الذي يعول عليه مواطن الجنوب لتجاوز الصعاب والأوضاع التي يعيشون تدهورها يومياً. وحول آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من سبها عضو المجلس البلدي إبراهيم محرز. سيد محرز أهلا بك، كيف تبدو أوضاع سبها اليوم بعد عودة التيار الكهربائي الذي من المعلوم أنه انقطع عن المدينة لما يزيد عن 15 يوم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا بداية نقدر نقول ان لا زال جيد ما دام هناك تواصل واتصالات ونستطيع ان ننقل ما يدور في الجنوب او ما يحدث بالتحديد في كل مدن الجنوب. الان هناك مناطق انقطع عنها الاتصال ونحن كمجالس الاستشارية حاولنا حتى نتصلوا باعضاء في المجالس البلدية، هناك بعض المناطق انقطع بها الاتصال تماما. الأوضاع المعيشية طبعا أوضاع سيئة، إذا كان تكلمنا على الأوضاع الصحية مركز سبها الطبي كان يشتغل بمولد كهرباء لمدة أكثر من 5 أيام،
وهذا يفهم الأطباء والناس المسؤولين عن الوضع الصحي. المدارس قفلت أبوابها لأكثر الآن من 5 أيام متتالية. أصبح المواطن يبحث على رغيف الخبز، أصبحت الحصول على رغيف الخبز أمر في غاية الصعوبة. يعني لما يرجع الأب لأطفاله برغيف خبز في وقت مناسب يصبح كان أدخل عليهم يعني شيء نادر أو شيء. طيب الآن بعد عودة الكهرباء سيد محرز، يعني هل تغيرت هذه الأوضاع عمليا؟ طبعا الآن الأوضاع بدأت الكهرباء تقريبا تعود بارتفاع يعني لفترات برضه يعني نقول فترات طويلة. المواطن أصبح قلق وفي حالة نفسية لا يرتاح لها من عدم وجود الكهرباء. وجود الكهرباء الآن لا يطمن، ولا نقدر نقول أن الأوضاع رجعت لطبيعتها وأصبحت المدينة في واقع جيد. لا زال الوضع سيء بالنسبة للأوضاع الإنسانية والأوضاع المعيشية. طيب. في مدينة سبا وفي كامل الجنوب الليبي. طيب ما المتوقع أن يتمخض عن الاجتماع المزمع عقده يوم السبت في سبها بين نواب الجنوب وعمداء البلديات؟ طبعا هو التحديد لا يعني أريد أن أوضح أمر معين في هذا الشأن. تفضل. استدعوا لاجتماع بل اجتماع مع نواب الجنوبية وممثلين الجنوب في كافة حكومات الدولة الليبية، لأن المفروض أن من هؤلاء النواب والممثلين يكونوا موجودين ويكونوا على دراية وعلى علم بما يحصل في الجنوب، لأن عندنا يشتكي ابن من أبناء أسرة أو طفل على ولي الأهل مسؤول أن يستجيب لاستغاثة وصراخ أبنائه وأطفاله. طيب. نتمنى أن يحضر ممثلين المنطقة الجنوبية وممثلين مجلس الدولة وغيرهم من. طيب إذا ما حضروا ما النتيجة المتوقعة؟ لم أسمع السؤال لو سمحت. إذا ما حضر النواب وممثلو مجلس النواب عن الجنوب في هذا الاجتماع الذي سيضم أيضا عمداء البلديات، ما النتيجة المتوقعة في وجهة نظرك؟ طبعا نحن كمجالس بلدية أصبحنا نعاني من صراخ الشارع. عندما يأتي المواطن ويطالب بتوفير أمن وبتوفير كهرباء من مصادر أو في ظل غياب مصادر لتوليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية، وعندما يطالب بتوفير وقود وغاز طهي من في المنطقة الجنوبية في ظل عدم وجود إمدادات ووجود ارساليات كافية لتوفير الوقود واحتياجات المواطن، أصبح المجالس المجلس البلدي مسؤول عن مسؤوليات الدولة والمفروض تكون في تحمل الدولة لمسؤولياتها. وفي هذا نقدر نقول أن الدولة أصبحت غائبة في الجنوب الليبي. أصبحنا الآن ندفع في ثمن الصراع بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وضحت الفكرة، أشكرك جزيلا، نكتفي معك بهذا القدر. كنت معنا عبر الهاتف من سبا عضو المجلس البلدي لسبها إبراهيم محرز، شكرا لك. الآن بالعودة إلى المستجدات الميدانية في مدينة سرت، ينضم إلينا من مصراتة الخبير العسكري رمضان زرموح. سيد زرموح أهلا بك، ما الأهمية الاستراتيجية لمنطقتي وادي مراح وقرارة جهنم حتى تتمركز فيها عناصر التنظيم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية مساء طيب لكل العاملين في قناة ليبيا الأحرار ولمشاهديها الكرام. طبعا أهلا بك. منطقة قرار جهنم تقع جنوب سرت، وكان موجود بها تشم أسلحة ودخائر تابعة للجيش السابق. الحقيقة هذه منطقة استراتيجية تربط بين الوسط الليبي والشمال اللي هو سرت، فتواجدهم هناك يشكل خطر كبير على عدة مدن قريبة من هذه المنطقة. زي ما نعرف أن تجمع بقايا داعش في هذه المنطقة يهدف إليه. نعم.
طيب يعني بما ان هذه المنطقه تمركز العناصر يشكل فيها تهديد على مدن اخرى، فيما يتعلق ايضا بعمليات الاستهداف، الى متى من المتوقع ان يستمر التعاون مثلا بين غرفه عمليات الطوارئ الجويه وسلاح الدعم الدولي فيما يتعلق بالرصد والمراقبه وايضا استهداف عناصر التنظيم؟ طبعا زي ما قلنا احنا في السابق ان معركه سرت انتهت، لكن الحرب مع دواعش لم تنتهي بعد، وهم الان يلملمون في بقاياهم، والتحق بهم مجموعه كبيره من المنطقه الشرقيه، تسربوا الى سرت حوالي 1000 كيلومتر. سمح لهم اللي كان الهدف منهم دعم سرت في البدايه، واحداث اكبر خسائر في قوات البنيان المرصوص، لكن الحمد لله خاب ظنهم وانتهت معركه سرت بانتصار قواتنا على قوات دواعش. ما بقى منهم بإضافة للموجودين في السابق، تسرب بعض منهم إلى منطقة جنوب غرب سرت، متواجدين الآن في منطقة ما بين بني وليد وأولاد بوسيف، ومنطقة الوسط في منطقة حوالين زلة. الآن هم يعيدوا في تنظيم وضعهم وتدريب، وما كما صرح مسؤولي بني وليد او في القنوات ان هناك معسكرات تم انشائها لتدريب قوات دواعش في وديان بني وليد وجنوب. طيب هل تتوقع ان يتمكن عناصر التنظيم من الخروج من هذه المناطق والانتقال الى مدن اخرى مثلا جنوب سرت او جنوب مدن الساحل، بحيث ان عمليات الاستهداف ايضا قد تطالهم في اي من مناطق جنوب مدن الساحل الليبي؟ ما في شك هم الان في بدايه تكوينهم إعادة تنظيم لهم كأفراد وقوات وكتمركز، والآن الحقيقة يجب على وزارة الدفاع بالتحديد يعني يكون لها موقف واضح، ومن البداية يتم محاربتهم، والآن نركز على الاستخبارات أو جمع المعلومات على هذه المناطق بالذات حتى نعرف تحركاتهم ونواياهم وقوتهم، ونعرف برضو مصادر التموين الدعم لهذه القوة، يجب تجفيفها ويجب العمل على إضعافها. ما في شك أن في دعم لهم وفي رعاية لهم يتمكنهم من تواجد في منطقة شكله خطر على بقية المناطق الأخرى في الساحل. توقع طبعا يتحركوا في منطقة النقازة ما بين الخمس و قربون لمنطقة طبعا جبلية وفيها إمكانية الاختباء وعمل كمائن للمرة في الطريق الساحلي، لكن هذا يتطلب حقيقة وعي ومتابعة من الجهات المسؤولة العسكرية بتكليف دوريات ومراقبة مستمرة ليل ونهار. أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مصرات الخبير العسكري رمضان زرموح. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي تستضيفه القاهرة غدا السبت سيبحث أبرز المختنقات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية عن أبو زيد قوله إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل للأزمة الليبية وتفعيل المؤسسات الوطنية بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها. هذا ويشارك في اجتماع القاهرة وزراء خارجية ليبيا والجزائر ومصر وتونس وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان إن المجلس الرئاسي عجز تماما عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي حسب وصفه. وقال صوان في تصريحات صحفية نقلتها صفحة حزب العدالة والبناء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الاتفاق السياسي هو الإطار العام للعملية السياسية باتفاق الجميع، مشددا على عدم السماح بعودة الدكتاتورية العسكرية مرة أخرى. ورفض صوان تلميحات رئيس مجلس النواب عقيل صالح بقبوله للاتفاق السياسي في حال العودة إلى المسودة الرابعة، مشيرا إلى أن المطروح الآن هو إحداث
تعديلات على الاتفاق السياسي، وأن أهم القضايا الأساسية التي يدور حولها النقاش هي معالجة المجلس الرئاسي عددا وشخوص، وتركيبة المجلس الأعلى للدولة، وتركيبة مجلس النواب وفقا للاتفاق السياسي، والقيادة العليا للجيش. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. سيد عبد المطلب، أهلا بك. برأيك هل سيخرج اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا يوم السبت في القاهرة بحل عملي للعراقيل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي بشكل كامل؟ أهلا وسهلا سيدتي الكريمة، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام والزملاء السيد زرموح والسيد إبراهيم. الحقيقة مسألة أن نعول على أن تحل الأزمة وتتحلحل من اجتماع واحد أو من لقاء واحد هذه بعد هذه العقد وهذه المشاكل وهذه العراقيل، هذه مسألة غير واقعية وغير منطقية. ولكنني ابتداء أقول إن القاهرة مهما نحن انتقدناها وقلنا أنها ليست محايدة وأنها يعني هي جزء من المشكلة أكثر منها من الحل، ولكنها أمرا واقعا باعتبار دورها الجوار وتأثيرها على فريق مجلس النواب ومجموعة الكرامة ودعمها لحفتر وكذا. ولكنها أعتقد أن فريق القاهرة منقسم الآن، استفزه مسألة المبادرة الجزائرية وانزعج وأراد أن يسحب البساط من الإخوة الجزائريين وأن يتحرك، ولكن الجزائريين يستوعبون ذلك وانضموا. وأعتقد أن الأمر أصبح الآن في شيء من التفهم، وخطورة الموقف في ليبيا ليس حبا في ليبيا من المصريين أو غيره، أنا لا أتكلم عن الشعب، أتكلم عن الخارجية المصرية والمخابرات وكذا. أعتقد أنهم شعروا بأن المجتمع الدولي يشير إليهم بالبنان بأنهم يعرقلون، وتكلم رؤساء دول وكذا عن هذه النقطة. النقطة الثانية، جربوا أعطوا فرصة كبيرة جدا لتيار الكرامة لكي يحسم ويحسم ويحسم، ووصلوا قناعة بأنه لن يحسم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هم يعانون، عندهم مشاكل كبيرة اقتصادية وأمنية، والوضع الجوار الليبي إذا لم يستقر سوف يؤثر عليهم سلبا عاجلا أم آجلا. طيب. وبالتالي أعتقد أن الآن هناك إلى حد ما جدية في هذا اللقاء، بالإضافة إلى وجود التوانسة والجزائريين والأفارقة، سوف يعني تبدأ خطوة صحيحة على الطريق. طيب، نعم. إذا ما وقع تعديل الاتفاق السياسي، برأيك هل سيتفق الأطراف على عدم المساس بالثوابت الأساسية التي بني عليها الاتفاق، أم ترى أن توجه مجلس النواب يفرض التعديل في ذلك؟ هو الآن هناك شد وجذب، ويعني هناك مزايدات، وهناك فريق الآن جل الفرقاء وصلوا إلى قناعة بأن تيار عقيلة صالح أصبح أمرا واقعا، وأصبح ومارس سياسة العرقلة والتسويف والتسويف والتسويف، إلى أن يعني أعتقد أن الجميع رضخ لهذه العرقلة. استغل تيار عقيلة صالح وتيار مجلس النواب مسألة الشرعية ومجلس النواب وعدم التصويت والدعم الإقليمي إلى آخره. وبالتالي أعتقد وأشار هذا إشارة مهمة جدا عضو الحوار وشخصية مهمة وهو السيد صوان إلى الانسداد الذي موجود لدى المجلس الرئاسي. أعتقد أن هناك سوف يصلون إلى حلول وسط وسيتفقون على كل شيء. تبقى قصة مسألة القيادة العليا للجيش، ما زال مجلس النواب يرى أنها لابد أن تكون في يده، والمجلس الرئاسي يرى أنه هو القيادة العليا. ما زالت أعتقد هذه النقطة هي الحجرة الكأداة، وهي التي سوف تسبب كثير من الصداع للجميع. أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب. نشاطنا متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق تعلن استئناف صرف المساعدات المالية للنازحين في تونس، وتبحث إمكانية منحهم التأمين الصحي.
انفجار سيارة مفخخة أمام جامع أبو هريرة بمنطقة المجور ببنغازي، وأنباء عن سقوط 5 جرحى من بينهم وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايب. سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرت، ويؤكد تعاونه مع طيران الدعم الدولي غداة ضربة مشتركة على معاقل التنظيم خلفت 80 قتيلا. تشغيل محطة كهرباء الزاوية بكامل وحداتها الغازية بعد فتح خط الغاز المغذي لها، وجهود لإعادة الوحدات البخارية التابعة للمحطة إلى العمل لتوفير 400 ميجاوات لشبكة الكهرباء. أهلا بكم من جديد. منح وزير الدولة لشؤون المهاجرين والنازحين المفوض بحكومة الوفاق الوطني يوسف أبو بكر منح الإذن لاستئناف صرف المساعدات المالية العاجلة للنازحين في تونس، وذلك وفق اللائحة المعتمدة. هذا وناقش أبو بكر رفقة وزير المالية المفوض أسامة حامد الحلول العاجلة للمهجرين وأبرز المشاكل التي تواجههم، كما بحث إمكانية فتح فرع للجامعة المفتوحة ومنحهم التأمين الصحي، فضلا عن فتح مقر لمنظومة الجوازات وصرف المرتبات المتوقفة لهم. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انفجار سيارة مفخخة أمام جامع أبو هريرة بمنطقة المجور بمدينة بنغازي، وأنباء عن سقوط 5 جرحى من بينهم وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايب. سلاح الجو الليبي يواصل عمليات الاستطلاع والمراقبة لرصد تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة جنوب سرت، ويؤكد تعاونه مع طيران الدعم الدولي غداة ضربة مشتركة على معاقل التنظيم خلفت 80 قتيلا. تشغيل محطة كهرباء الزاوية بكامل وحداتها الغازية بعد فتح خط الغاز المغذي لها، وجهود لإعادة الوحدات البخارية التابعة للمحطة إلى العمل لتوفير 400 ميجاوات لشبكة الكهرباء. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. دمتم في أمان الله.